خاوتي ان شاء الله راكم لاش راكم غايا عاود ولينا بان نوفل فيديو. والفيديو تاع اليوم شويه سبيسيال ماشي كيما نداري اللي راح نشرح لكم ان سوجي ولا نوريكم دي بروغرام دونترينمون. لا فيديو تاع اليوم الناس اللي كتبعني في الانستغرام وفيسبوك سي بور سا نقول لكم تبعوني في الانستغرام سيرتو الانستغرام بويسك الانستغرام هو اللي نكون فيه بلي اكتيف وشغل تما اللي نبوستي لي ستوري تو شغل كيما نقولوا حنا شاك جور تما ماذا بكم تبعوا تما. وثاني راني بارطاجي تما مقالات وفيديوهات باش تستافدوا. الوغ فيديو تاع اليوم راح يكون الباساج تاعي في الاذاعه تاع عينت موشنت في الحصه تاع ارت ستوديو تاع سامي وجيهان اللي هضرنا فيها شويه على الديابات هضرنا فيها على سبور وكان تم المولد النبوي الشريف وهضرنا على هاد لي سوجي اي بليس دانفورماسيون. ثم الفيديو تاع اليوم راح يكون شويه طويل ما نزعكم جيبوا الروبا تاعكم ولا ديروا شويه مايز ولا واستمتعوا بالمشاهده ان شاء الله تعجبكم لا فيديو بلا ما نسيكم كيما نداري ماكسيموم دو جيم بارطاج راكم تعرفوا هذيك لي صور هذيك الحكايه باش الفيديو تطلع لو ماكسيموم. هذه تهلاو براكم ليكيب سلام. سبعة عشر دقيقة بعد الرابعة مساء مساء الخير عليكم مستمعينا في كل مكان في هذا العدد الخاص هذا العدد اكسبسيونيل من برنامج أخ ستوديو مباشرة عبر أمواج عينتي موشن تفام ومباشرة أيضا عبر صفحة الفيسبوك. ما تشوف شوية سمير مساء الخير مساء الأنوار الأخت جيهان مساء الأنوار مستمعينا في كل مكان نحييكم عبر أمواج إذاعة عينتي موشن وكل يوم أربعاء ضمن حصة أر ستوديو. طبعا كما ذكرتي اليوم حالة خاصة وحصة راح نخصوها لمولد خير أنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله نقضي وقت جميل خاصة مع ضيفنا اللي راح تتعرفوا عليه من خلال الدقائق اللي راح تعيشوها معنا في حصة أر ستوديو. ما خليت لي ما نقول سمير دونك نرحبوا بكم جميعا مستمعينا في كل مكان نقولكم معواشركم مبروك ان شاء الله وكل عام وانتم بخير وهذا المولد النبوي الشريف يدخل عليكم بالصحه والهنا نقولكم بالصحه والهنا الوقايه ثم الوقايه سي غير انا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف سمير ونعرفوا باللي من عاداتنا وتقاليدنا نحن كاسر جزائريه اللمه العائليه يعني لمه العائله ليله المولد النبوي الشريف دونك توخي الحيطه والحذر هذه نقولها ونقولها لكم ونسطر عليها بالاحمر لان عدد المصابين وحاملي فيروس كورونا اليوم أصبح 320 مصاب 320 مصاب هذه كنا فرحنا اللي وصلنا 150-120 اليوم رانا 320 يعني النسبة راهي ترتفع الناس راهي في غفلة من الأمر راهي تستهزئ بالأمر سمير دونك ماذا بكم الكمامة راكم تشوفوا انتما راكم تشوفوا في اللايف ها هي الكمامه التباعد الاجتماعي الكمامه والوقايه ثم الوقايه لتفادي هذا الوباء ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا رب. اذا سمير كما قلنا عدد اليوم من ارت ستوديو اكسبسيونيل سبيسيال نورمالمون اليوم تجينا بلا توني تراديسيون ونجي العبايه وطربوش نورمالمون العبايه والطربوش والشمع والطمينه معليش هكا راني نسالك الشمع والطمينه نو نجيبوها في مناسبة أخرى إن شاء الله. هي مناسبة أخرى ما عادش كريو حاجة سبيسيال المهم نجيبو الطمينة إن شاء الله يا ربي دونك إن شاء الله تقضيو معنا هذه الأوقات السعيدة ونحن نعيش معكم هذه السوية عن برنامج أخ ستوديو نحتفل معكم بطريقتنا الخاصة طريقتنا راح تكون نصائح وإرشادات طريقتنا راح تكون معلومات يعني مفيدة للجميع ونحن نستضيف ضيف متميز ولد عينتي موشنت سمير ولد عينتي موشنت كما ذكرتي هو الأخ هشام بالعبد اللي نشوفه هنا يعني إنسان مميز ان سيمبول تاع تحدي تحدي دونك لو سيمبول تاع التحدي هو هشام هو هشام فوالا مرحبا بك مساء الخير مساء الخير وشكرا على الدعوه وشغل هذه تاع التحدي وكاع انا اون كونتري والله
بون غادي كي غادي نحكيكم غادي تفهموا ليستوار تاعي، مي انا شغل هذه اللي الناس تشوفها اوبستاكل انا اون كونطري بالك نشوفها نعمه من عند الله باش الانسان يطور من نفسه وتوجور يديفلوبا ويزيد يتقدم كما يقول لك افونسي فيغ لافون. صح صح، والواحد يقول الحمد لله الحمد لله توجور قادر شيء بسيط ولا اشياء اللي احنا كما قلت هشام نشوفوها دي اوبستاكل بصح هي بالك تكون دافع اننا هي اللي غادي تخلق الفارق وهي اللي غادي تخليك يا تحطمك يا تافونسي. انت عندك لو شوا، خاش حنا توجور عندنا لو شوا، يا نكريو دي زيكسكيوز يا نخلو هذه كما يقول لك مصدر قوه ولا مصدر طاقه علينا باش نافونسون. وهذه اللي درتها انت هشام. دونك الناس مازال ما فهمتش سي كوا لو كونسيبت وشكون هو هشام، ماذا بينا نتعرفوا عليك اكثر واكثر من خلال برنامج ستوديو. هشام بالعبد ابن عينتي مؤشنت 25 سنه، خريج ماستر دو حقوق قانون خاص. شغل انا بالك يعرفوني الناس باللو نون تاع هشام فيتنس. جو سوي ان سبورتيف اوسي، جو سوي ان ديابيتيك اي جو سوي ان كوتش سبورتيف. الناس اللي يبغوا ينقصوا ولا يزيدوا ولا هذا كان خطا، كاين بزاف اللي يحتاجوك راني هنا. مرحبا بك، ليميسيون غادي تكون دوموندي بزاف ان شاء الله. مادا بينا والله، مادا بينا فيك بليزير ان شاء الله يا ربي. نعرفوا هشام باللي اتر سبورتيف اي مالاد كرونيك سي با فاسيل. سي با فاسيل، سي فريمون 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 ديفيسيل، باسكو لو كان جو صح واحد كيما نقولوا اللي ما يكون عنده لا مالادي لا والو، شوف غادي غير كيما يقول لك التشالنج هذاك اللي كاين ولا التحدي هذاك اللي كاين تاع باغ اكزومبل باش يوافق ما بين سبور والبروغرام اليمونتير تجيه واعره. كي تكون ديابيتيك غادي كيما نقولوا حنا الدوبله ولا التريبل عليه. صح، باسكو شغل واعره بزاف، يليق لك شغل كل حاجه تحسبها بالجرام، يليق لك توجور تشوف لاكليسيمي تاعك، تعرف شحال تاكل، لا كونتيتي شا غادي تاكل، اسكو هذه اللي تاكلها غادي تطلع لك السكر ما غاديش تطلع لك السكر، تضرب حسابك تاع لونترينمون غادي بالك تفشل بالك ما تفشل، تما كل حاجه غادي يليق لك تضرب لها حساب. ولا ربما هذه هي اللي كاين بعض الناس اللي المصابين بالمرض السكري، هذه هي اللي ربما يشوفوها عائق، يقول لك مانيش نلقى روحي كيفاش نقيس غليسيمي، نعاود نخمم في بروغرام، نعاود ندير سبور، شاي الحاجه اللي تولني. انت كانسان ربما عايش هذه المرحله وراك تعيشها، شاي النصيحه الاولى اللي تقدمها لهم؟ النصيحه الاولى هي جامي تشوف كما يقول لك لا مالادي تاعك جامي تشوفها اوبستاكل، هذه حاجه الاولى، وجامي تابوندوني على حاجه فريمون تبغيها، باسكو البروبليم كاين اللي دي فوا شغل كما نقولوا حنا لو سبور ولا كي تكون حاجه تبغيها غادي انت كيما يقول لك راح دير لامبوسيبل باش توصل لهذيك الحاجه ولا هذاك البيت اللي في راسك. بصح لو فات كون انت ما تبغيش هذيك حاجه تما دروك باغ اكزومبل كي نشوف الكوتي تاع سبور ديجا بوغ ان ديابيتيك، انا غادي نحكي لك ليكسبيريونس تاعي. كاين بزاف ناس كانوا يجوني كونتاكتوني في لي ريزو سوسيو باسكو كيما قلت لكم يعرفوني بلونون تاع هشام فيتنس باغ اكزومبل في الانستغرام ولا كي لونسيت كو جو سوي ديابيتيك باسكو ما لونسيتهاش في الديبي باش الناس ما يقولوش السيد راهي اتيري الناس بهذه تاع لو مو ديابيتيك، خليت حتى وصلت ان سيرتان بوان ولعب دي كومبيتيسيون منا كي قلت ديابيتيك الناس جاها ان شوك كيف هذا السيد ديابيتيك، فهمني تبعيني صافي 2 3 زون شغل جاتهم بيزار. موراها الناس هاي ولا تعرفني تعرف بلي فريمون جو سوي ديابيتيك تو اي كيما يقول لك جو سوي ديابيتيك ملي كان عندي 9 سنين ولا 10 سنين ماشي عاقل اكزاكت، مي راه عندها واحد 15 ولا ملي جو سوي ديابيتيك ايا الناس شغل كي ولات تشوفني ولات ديرني ان اكزومبل كيما نقولوا حنا اي تشوف كاين اللي يقول لك باغ اكزومبل هذه شغل تجيني بزاف يقول لك رحت والطبيب تاعي ولا الطبيبه تاعي قالت لي ما ديرش سبور باسكو انت ديابيتيك كاباب راك تريسكي بروحك كاباب، يقولوا لهم كي ديروا حاجه ديروا غير لا مارش ولا جري هي جينيرالمون لي ديابيتيك يقولوا لهم لا مارش. واه هذاك ما كان نيشان نيشان خاطرش يقول لك يخاف التبليسه ولا يخاف يدير حاجه ولا اون كونتري دروك لي زيتيد ولا لي ريشيرش سيانتيفيك بروفاو باللي شغل واحد ديابيتيك فريمون سي نيسيسير ولا سي اوبليغاتوار باش يكون كيما نقولوا حنا سبورتيف ولا يكون يدير سبور في حياته باسكو غادي يعاونه بزاف، يعاونه سوا في كوتي تاع لا سونتي تاعه ولا كوتي تاع فيزيك تاعه ولا تاع مورال تاعه، سما غادي يلقى هذاك سبور غادي ينفعه في كلش. ايوا من تما تلونسيت كاين لي باغ اكزومبل يقول لك بسبابك راني بديت ندير سبور شغل ما كاش عندي كوراج باش ندير سبور كنت نخاف انا ديابيتيك منا عاود من موراها صاي ولي عندهم كيما يقول لك يقلوا هذيك الخرافه ولا هذيك ليدي اللي فو ويرومبلاسوها بحاجه اللي فريمون غادي تنفعه في حياته. صح
هذه هي. دونك كاين بزاف لي كيستيون هشام. دونك راني هنا حتى الغدوة راني انا بروحي نبغي هكا حاجة تاع لي كيستيون كاع باسكو كي تكون افادة تاع غاشي ولا شغل صامو في ان كرون بليزير. ربي يخليك ربي يحفظك ومرحبا بك معنا في ارت ستوديو. سمير نذكرهم باللي رانا مباشرة عبر صفحة الفيسبوك غاديو عين تيموشنت. بامكانكم ايضا التواصل معنا عبر خطين الهاتفيين 043 79 50 50 او 40 40. تشاركوا معنا في هذا الحصة تقولوا لنا شاركم واش دين المولد النبوي. وإذا كان في اتصالات ولا أسئلة لهشام كونسيرنون لو سبور نهضروا يعني برومي بوان لو سبور ودوزيام بوان كوم يعني ديابيتيك اي سبورتيف يعني كاش كيستيون ولا بالك كاين ناس من الحصة تاعنا تموتيفا و إن شاء الله مادا بينا مادا بينا هذا هو لو بيت هذا هو لو بيوت. نهضروا على لو سبور جينيرالمون هشام نقولوا لو سبور كيما قلت انت يعني حاجه مفيده لو مالاد لو ديابيتيك. حنا نورمالمون كاع الناس سوا مالاد سوا بصحه نورمالمون نديروا سبور. حنا اللي رانا سامحين في كوتي سبور راني نقول حنا باسكو انا ثاني وحده منهم دونك رانا سامحين كاع انت ثاني رانا سامحين في كوتي سبور. لا موتيفاسيون بالك تاع هاد سورتو لا جينيراسيون تاع دروك يعني كومون موتيفي كيفاش نشجعوا هاد لا جينيراسيون تاع دروك باش يتوجهوا لي سال دو سبور ويتوجهوا حتى بالك عندهم موهبه في السبور تاعهم ولا ان كوتي سبيسيال في السبور باسكو لو سبور عالم كبير دونك فيه بزاف بزاف لي سبور حار كبير ما يكملش حار كبير وما يكملش كل واحد فينا بالك عنده حاجه اللي يعرفها اكثر من الاخرى دونك كيفاش نموتيفو هاد لا جينيس ولا هاد لا جينيراسيون اليوم باش يتوجهوا يمارسوا هاد الرياضه. بون حاجه الاولى نقولوا هذا الانسان ما يدير سبور قبل ما نهضروا اسكو مالاد ولا ماشي مالاد نهضروا اون جينيرال لو فات كو ما راهش يدير سبور شنو راه يدير باش ما راهش يدير سبور باريزو يقول لك راني خدام ولا راني غير مجمع ولا ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت هذه تاع ما عنديش الوقت ما كانش يقول لك هذه كيما ارلوند قال لهم ماشي افير تاع ما عندكش الوقت انت تكري الوقت صافي دير انت اللي تورغانيزي روحك باريزو ارلوند كان يحكي لهم على ليستوار تاعه قال لهم بلي عنده كان عنده 6 سوايع تاع رقاد يروح يتريني عاود يروح يخدم في الشونطي عاود كان يروح يتعلم اونجلي عاود يروح يتعلم دي لوسون في باش يولي كيما يقول لك اكتر في التمثيل عاود يولي يتريني سما شغل حياته كان فريمون كل ساعه ضرب لها حسابك فهمني وانت يا سبور لو كان تجي تضرب حساب نيشا عندك 24 تاع حدك غادي تتريني ساعه اذا تريني ساعه كابوب غير 40 مينيت ولا صاي سي سيفيزون مي انت لو فات كو ساعه ساعه شحال غادي قاعد تدير 5% 4% من لا جورني تاعك ما سيري فهمني هذه هي. وكيما نقولوا لو فات كو انت انسان ماركش دي سبور راك غير مجمع ولا هادي اوتوماتيكمون لا ماجوريتي نتلقاهم يتوجهوا للحاجه اللي ما غاديش تنفعه باغ اكزومبل حاجه تاليه اللي غادي كيما يقول لك العاقل العاقل فيهم غادي يقعد غير يقعد منا ما غاديش ينفع روحه بلا ما نهضروا على لو كوتي تاع الناس اللي شغل يروحوا للجهه هذيك تاع المخدرات ولا ممنوعات ولا فهمني سما سبور غادي لهيك على بزاف صوالح يخليك تقابل صحتك اوتوماتيكمون تي كي غادي تكون سبورتيف ما غاديش تلها كيما يقول لك لهذوك الصوالح تاع كيما يقول لك حاجه واحده اخرى حاجه اللي غادي فريمون تضرك ولا في الفيتير. وهشام بور 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 ان جون اللي ربما يدخل اول مره لقاعه الرياضه يعني احنا نشوفوا حاليا يقول لك ما عنديش ان بروغرام ما نعرفش باش نبدا كيفاش نبدا حتى انه كان كاين دي جون اللي ربما بداو عاود حبسوا يقول لك راه باسكو ما عرفتش ندير كيفاش اللي يروح يقعد غير مدير هكا في الصاله ويعاود يخرج نيشان كاينه منها هي يقول لك زوج ما يتعلموش يقول لك متكبر ولا يحشم دروك لو فات كنت تروح لاصال وغادي تحشم شغل ما توقعش من الناس تعاونك ولا دروك انا باغ اكزومبل عندي بيت غادي نقول راني جديد وباغي ندير سبور وكاع ماهيش عارف اش ندير دروك رانا في 2020 فهمني 2020 امبوسيبل ما تلقاش كاين دي مليار دي فيديو تاع هكا لو سبور تسمى كاباب تكتبها غير ان اونجلي بيجينرز ورك اوت غادي يخرجوا لك عدد لا يحصى من هاد كيما يقول لك لي بروغرام اللي تتريني بها ماك فهمني دروك كيكون خاصك التوجيه مادا بك زعما تهضر مع لا صال ولا تهضر مع اونترينور اذا كاين تم ولا مام لي زانفلونسور ولا عفسه هادوك اللي سبورتيف تروح تسقسيه بون باغي نبدا باغ اكزومبل هاد ليكزاسيس ما عرفتش يدير ولا هادي شغل لو فات كو انت راك تري شاشاك تعلم بصح لو فات كو لو كنت قرا هكا كلشي يجيك شو ما غاديش تافونسي ما غاديش تتعلم سما هاد سبور يلق لك ثاني تقول تعلم تري شاشي باسكو تعيا ما تري شاشي تعيا ما كيما قلنا قبيل هو بحر واسع اللي ما يكملش ثم يليق لك دير ايفور شويه هكا باش تقدر هذيك لاباس تاعك ودروك كومان كونسي كيما يقول لك شي يدير
واحد جون ولا عفسه ولا شغل عاده راه جديد وباغي يدير سبور الا كيبدا غير بصوالح تاع لا باز باغ اكزومبل. كاين حاجه ثاني كيهضرنا على الفيديو, كاين اللي يتبع لي فيديو مي يتبع هذوك لي سبورتيف لي فريمون افونسي بروفيسيونيل يشوف يدير واحد الصوالح هو راح يدير كيفهم, ما على بالاش كو لو نيفو تاع هذاك لو بروفيسيونيل ولا هذاك لو سبورتيف ما راهش كيما لو نيفو تاعك. فهمتني؟ انت راك عاده دي بيتون شي اللي قلق دير دير صوالح دو باز باغ اكزومبل لي بومب سكوات باغ اكزومبل بول اب ولا لا بار فيكس يخدم لي زيكزارسيس اللي يخربو كيما نقولوا شعال من ميسك ولا يخدموا له دي جروب ميسكيلر باغ اكزومبل. صح انا كيما نقولوا لي زيكزارسيس نعرفهم اون انجلي باغ اكزومبل بنش بريس باغ اكزومبل ليترال رايز سام دير هاد لي زيكزارسيس اللي كيما نقولوا حنا تاع لا باز واللي يخدموا لك شعال من الميسك او ميم طون تاعك دي بيتون ما تسحقش هذاك الحاجه اللي نسموها حنا ايزولاسيون صافي دير عزل صافي دير. انت كيف راك تحوس تخدم هاد لا بارتي وانت اصلا ما عندك حتى كاع هادي ما عندك حتى هاد الميسك كاع كيف تحوس تخدم هادي فوق عليه. فهمني؟ صح من هاد النقطه يعرضوا رواحهم للخطر خطر الاخر وقادرين يدخلوا في دي كومبليكاسيون وحده نيشان كاباب دروك هو يدير اكزرسيس لي فريمون افونسي عليه يدير بليسي الراحه اللي تخليه كاع ما غاديش يتريني حياته قاعد داله ميترينيش قاعد يحبس قال السبور ويكره السبور وشغل على جا شو على جا الفوت كيما نقولوا تبع واحد اللي فريمون ماراش في لو نيفو تاعك سي بور سان انا نقولوا لهاد لا جينيراسيون انهم يروحوا يسقسوا يروحوا يبحثوا يدخل لا سال ويروح يسقسي الكوتش قال باغ اكزومبل انا جو سوي ان ديبيتون لا سي لا بروميير فوا ندخل لا سال مين نبدا صافي با دير غير تدخل يا روح واه الناس دار وقت تلاقاه جديد يدخل لا سال يدير هاك يقول هذا راه يدير مليحه راح يدير كيف بدا يطرطق لا ايفو اقلعوني يلا هشام شو تقولنا تاني لي جون اللي عندهم ربما برنامج مؤقت يعني يترينو بور اون سيزون ولا بور فهمت ولينا يعني للصيف هكذا باش ديجا باغي نهضر على هاد الحاجه كاع قبل ما تسقسيني كنت باغي نهضر باغ اكزومبل تلقاه يدخل للصاله يتريني شهر ويحبس ولا باغ اكزومبل كيما قلت يتريني للصيف هذا اللي فات كاش راه يتريني للصيف شنو يقول لك معليش راه يتريني صار حاجه معليش مهم يتريني خاطرش علاه دروك سبور هذا شغل الحاجه اللي فريمون فريمون موتيفي لي جون هي الريزيلتا لو فات كو انت تريني شهر وتشوف ريزيلتا صاي غادي شغل تولي اديكت تاع سبور صاي تقول تلاقيت ريزيلتا علاه ما تنيش دومو علاه ما تنيش طروابو تلقى روحك في عام منه صاي يولي عنده هذاك حب الرياضه اللي ما كانش عنده في الديبيك. فهمني؟ بصح هادو تاع الصيف ولا هاد العفايس انا نتمنى شغل يبدلوا العقليه تاعهم سبور سبور كيما نقولوا باغ اكزومبل ميسكيلاسيون ولا الحديد ولا ما راهش juste pour le corps même la santé تاعك كيما هضرنا قبيل باغ اكزومبل كاين اللي فريمون باغ اكزومبل خدام ولا عفسه تلقاه شغل فريمون عليه لا بريسيون كاع كي يروح لاصال يريح فهمني يريح في عقله بلا ما نهضر على كاع كونتي تاع فيزيكمون ولا لو فات كو يروح يتريني في لاصال ولا يريح صاي يولي بيان فهمني يديكاجي كاع اللي عنده سان تخاتمون مورال هذه هي سما بنادم اللي قلاه يشوف كيما يقول لكم كاع الزوايا ما تقولش تخمم غير فيزيك فيزيك باسكو فيزيك يجي وحده واه انت مهم كون ديسيبليني هاي اذا حبست راح هذه كوم نامبورت كال ديسيبلين اي ديسيبلين شغل ما تتبعهاش ولا باغ اكزومبل غير البالون اللي يقول لك باغ اكزومبل حديد يقول لك كي تريني ميسكيلاسيون تحبس غادي تتشحم ولا عفسه ولي سبورتيف باغ اكزومبل تاع بالون تشوفه يلعب من بعد كي غادي يحبس شي صرا عاوتاني هو يسمن وكاع سمع لو فات اللي كان جوار اللي كان جوار باغ اكزومبل كيما مارادونا عفسه تلقاهم كاع يسمنوا تولى عندهم كاش دوار علاه خاطرش شغل حبس ديفينيتيفمون لو سبور هادي غير دونك نروحوا نستقبلوا اتصالات مستمعينا واوفياء برنامج اخ ستوديو. ام هدى مساء الخير. مساء الخير قرة العين. اهلا حبيبتي جيهان كيفك دايره؟ كيف ام هدى صباح لاباس؟ طيب يا الحمد لله كره العائلة الكريمة قال الحمد لله كاش توجد المولد النبوي بالسيف بالسيف كما قال لك واحد ان شاء الله نكثروا من القران ومن ذكر الله ومن ذكر رسول السيرة تاعه نغرسوها في ولادنا نحن البروتوكول تاع المواكل وتاع الديكور صح صح شوفي اختي جيهان كما قال لك هذه الذكرى عزيزه علينا بزاف 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 ونديروا لي نديروا ما عندناش الوقت حتى باه نمثلوها نص تمثيل صح بصح نتمنوا ان شاء الله كما قلتي الوقايه والحظ منها نعم. ما نتمنوش نسمعوا ناس انحرقت ولا عينهم طارت ولا يديهم طارت ولا ديان انحرقت ولا ان شاء الله السلم والسلام على كاع امه محمد ان شاء الله يا رب
ان شاء الله. هذه هي اختي جيهان ان شاء الله. ومسر خير على الضيوف اللي معاك. الله يخليك. واسمح لي اخ تامر، المره اللي فاتت مش المره اللي فاتت راني في اسبوعين اللي اتصلت مع فيصل. نعم واسمح لي من خلعت بقى الناس وشابط وعقلي انقلب ما سقسيتش عليك. الله يخليك. الله يخليك ام هدى. بارك الله فيك. شوف خويا هذا الانسان اللي راه معكم اليوم نشكره ونتمنى له الصحه والعافيه وطول العمر. كما قال لك الهضره تاعي راه في القمه وراه منضبط في حياته وان شاء الله كاع الشباب يكونوا كيفاه ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. شوف ولدي انا يا طبيب هو اللي نصحني باش ندير سبور. صافي بليزير. صافي بليزير. ايوا تما كما قال لك كان قدامي صار دي سبور قدامي ماشي شايفتها ولا جايتني حاجه بيزار ولا كنت مكومبلكس. يا والله ما على بالي كي دخلت لها الشبابي والحمد لله كما قال لك سمعت تحت بالصحه والعافيه. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. صافي بليزير كي يشوفوا سيده يعني وتروح تتوجه للسال دو سبور وتمارس الرياضه حاجه مليحه. ام هدى أم هدى مش حشرة عندي. يعطيك صحة أم هدى، تحياتنا ليك وتحياتنا للعائلة الكريمة وإن شاء الله مولود مبارك. مش حشرة عندي. تمنوا لهم مولود بشر مبارك إن شاء الله وكل عام ينعاد علينا بخير وهنا إن شاء الله يا ربي لكل مستمعينا إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للي كومنتير اللي وصلونا سيغ لاباج باقي لها راكم بارتاجي لو لايف أكيد في الأرت ستوديو راه أخ ستوديو. دونك عماد تادن سعيد تقول أزول في اللون مولد مبارك، تحياتنا لك حبيبتي أمينة هدودة. صحة مولودكم كل عام وانتم بخير. بشرى فريفرا دي فوا لو بسودو عواشركم مبروكة وكل عام وانتم بخير. شوقي السلام عليكم. الفردوس الأعلى تقول صحة مولودكم كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله. أمينة هدودة تقول شحال توحشت بلادي تيموشنت. نور الدين محمد سلام سوسو سوها تقول عواشركم مبروكة صحة مولودكم. نور الدين محمد شكرا تاني يقول صحة مولودكم. مالك ملوكا صحة مولودكم والسلام عليكم. قادي عبد الجليل مساء الخير وتحية لكم شكرا. وبن بن عبنا محمد صح مولودكم يا ناس تموشنت وعمال الاذاعه. شكرا لك محمد. فقط حبيت نوجه تحيه للكادي عبد الجليل اللي راح يكون عن قريب ان شاء الله ضيف تاع ار ستوديو. هو فنان مغني وعازف على اله الجيتار. يعني نتشرفوا به راح يكون عن قريب ان شاء الله معنا في ار ستوديو ان شاء الله يا ربي. يلا راح نستقبلوا اتصال اخر. احمد مساء الخير. مساء الانوار استاذ جيهان. مساء النور يا احمد. كيرا اختي العزيزة. صافا لاباس كيراكم كرام العائلة. الحمد لله صحة مولودك. ربي يخليك. كل عام ان شاء الله وانت بألف خير ليك والضيف اللي راه معاك ونقول لك مرحبا بك عند جهة. الله يحفظك بارك الله فيك. ربي يخليك. الله يعطيك الخير جهة اختي. تعرفي باللي انت دائما عزيزة عليا وبغيت نحييك ونقول لك صحة مولودك. شكرا. شوفي تعرفي الوالدة راها تدعي لك والله لا ندعو لك من كل قلوبنا بدون مجاملة جهة. ربي يحفظك. والله لا نعزوك في الله اختي نحترمك ونتمنى لك انا من كل قلبي غير خير في حياتك ان شاء الله. شكرا. ليركي تمنيتها ربي يحققها لك اختي العزيزة. لينا أيوة ربي يخليك لينا والله لقينا فرصه زين اختي جيهان ان شاء الله يا ربي. وربي يحفظ الوالده يطول عمرها ان شاء الله وسلم لي عليها بزاف. صحه وشركم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كان اتصال اخر حضره ام هدى. عاودت ام هدى. ضياف قطعوا لي الهضره. مرحبا بهم. مرحبا بهم. مرحبا مرحبا الصحه. كما قلت لك سي با لو مومون. سي با لو مومون يا ام هدى. ما تكلمناش انا كي كونسونتري فهدرتي غبنوني. مرحبا بهم. قلت لك انا طبيب الاكلي للسبور. كان فيا لافني ديسكال وواحد لو مومون قبل واحد ربع سنين ولا جاتني كي واحد ماشي ازماتيك بصح هكا غير نزعف ولا تجيني الضيقة. اما لا بلا لاطاسيون راحت لي هذيك مدة 3 سنين الحمد لله يا ربي. قال لي الطبيب عرف بلي كنت بسيشيك هذيك الضيقة بسيشيك. ماشي ازماتيك انا. صح. انا كي نروح ليرجونس متغاشي صولي ميدغول ومناكش انا ما فيا والو. هذيك ضيقة الخاطر قبطتني في الموت تاع الوالدة تاعي. الله يرحمها. هذه هي الحمد لله فاتتني الحمد لله يا ربي. الحمد لله. وتاع ليغني ديسكال اقسم لك بالله وبروبليم تاع الفوا كان زيادة. ولينار كانوا فيا وكي قال لك مبروش مو في الدار الناس كاع برا وانا الداخل شاده المسؤوليه كانت مخلطه. الحمد لله. شوف كي ندخل لاصال ودي يجي يخبط نخبط في سيزه في السلطه يا شو تقول راني في ميامي. سامي اقرب لي زين هذاك هو الصح هذه اللي قلتها لهم قلت لهم الفورمه لاطاي
قطعات ما شاء الله. شو هو اللي بغيت نقول لك؟ هي نقطة واه قولي لي خيبي عندهم واحد التعليمات كاين اللي ما عندهاش واه نيشان يطلبوا لنا توني سبيسيال صباطه سبيسيال نيشان دي كونديسيون كيما نقولوا حنا ايوا كيما قال لك واحد انا شفت انسان ساكن زعما جايين على صحتهم طم حالتي صح كي شرطوا عليهم هذوك لي تونيك واش هما ديجا يبيعوهم في لاصال ما قالت لها اختي غادي غير نقول لها خلص لي 200 ميل ونزيد له توني غادي يقول لي لا ما سهلوها لهمش قال لهم حطوا دي كولو هكا وتريكو دخلوا صح صح شويه زعما يسهلوا على بلادنا بلادنا باش يدخل تما كما قال لك واحد يليق له لي فري وما كاين اللي ما عندهش نيشان نيشان والله العظيم زعما والله شوف تعيش شبابك تعيش حياتك شوف ننسى كاع بلي عندي دار وعندي ولاد وعندي الحمد لله بصح ريحتي صحتي وريحتي عقلي وكما قال لك واحد فهمت بلي المرض يقل اسبور نيشان والله نتحكم في الطور خاطرش الدواء كي قال لك واحد يطاكي الصحه يقالش حاجه والعطاء الجانبيه تولي لك في حاجه واحده اخرى وكما قال لك واحد السبور بشويه بشويه قلع كاع كي قال لك كاع ثلاث موصامين نستعملها كاع عندي لا سانتور عندي لي موفمون اللي نديرهم عندي النهارات اللي نتريني فيهم عندي الدنيا ما فيها كورونا من جهه ما اثرتش عليا ايوا ما اثرتش عليا عندك مناعه حديتها في البطاريد ونتشبط وبقى الحيطان نغضب لي بروس نيطوايهم اومان طون دير لي موفمون نجليسي في لادار دي سول نزلجها بالايزيس يعطيك الصحة هودة هودة نتمنى لك التوفيق والله العظيم تعرف فيك هودة يعطيك الصحة سلامي حل شباب لي معك شكرا لك الله يبارك الله فيكم جبتي لنا ضحكة فريمون يعطيك الصحة هودة تحياتنا ليك طلعي لي المورال ديال شاك فوا طلعي لي المورال لا سبونتانيتي تاعك شابة بزاف لا شابة بزاف عقليتي شابة بزاف والله والله انا كون كنت قرايتي يا اختي جهاد بالك راني باطوني اكزاكتومون والله حسب الهضره كاع المشاكل نحلهم كيما قال لك ما حاجه ما تخلعنيش باذن الله ان شاء الله تاع الوالده اللي ما قديت لهاش هذه واعره بزاف ربي يرحمها ربي يخليك ام هدى تحياتنا لك حبيبتي وتحياتنا لكل عائله كريمه دونك ام هدى جبت لنا بزاف لي سوجي بزاف لي كيستيون وجبت لنا ضحكه صافي بليزير تلقى انسان كيما هاك متفائل وي وي وسا بروف باللي كيما قلت لنا هشام يعني الرياضه ماشي شرط يكون عندك ماشي شرط كبير باش ولا ولا كونديسيون ماشي شرط ثاني يكون كونديسيون باغ اكزومبل كيما قلت لك تاع الفيزيك هاي قالت لك لو فات كو البروبليم كان ايمورالمون ماشي ايمورالمون تسمى السبور عنده بزاف بزاف فوائد جست الانسان اللي قلاه يعرف كيف يورغانيزي وقته كيف يورغانيزي البروغرام تاعه او ميم طون غادي مع الوقت غادي تلقى روحك بلي راك تريقل ميم لو بروغرام اليمونتير تاعك اللي غادي تنفع بها صحتك بلي طار كي بار اكزومبل تطلع زوج درجات وتعيا واذا تكلمنا على لي بروغرام اليمونتير هشام دونك نعرفوا بلي هشام عنده دي بروغرام حكي لنا بون بدات تحكي لنا عليه بويسك سورتو سورتو اليوم سورتو اليوم باسكو رانا نعرفوا بلي كاع العائلات راهم محتفلين بالمولد النبوي الشريف طمينا مخلطة الحياة مخلطة يغسل الودهان والخلطة والحلوة وكاع دونك نيشان كاين بزاف ناس كيما قلنا في الكواليس هشام بزاف ناس يستهزوا شوية بصحتهم في هذه المناسبات الدينية تاعنا يقول لك غير نهار وراه فايت عيد الفطر المولد النبوي ناير ثاني دونك يقول لك معليش سي اوكازيون وتفوت نهار وفايت ونهار وفايت دونك هذاك النهار وفايت هو اللي قادر يدير لو ديكا نيشان ومن بعد يتلقى روحه ثاني في لوبيطال خاطرش يقول لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب على ضده سما الانسان كل حاجه شغل هذا المتن طبقه في كلش سواء ماكله سواء سبور سواء حاجه تاع صحه حاجه تاع خدمه اي حاجه شغل كي ديباسي لي ليميت غادي يصرى فيها ان ديغا ولا يصرى فيها كما يقول لك ضرر صح دروك في الكوتي تاع لي بروغرام اليمونتير ولا كاين حاجه بون انا ابري ما ديت كما يقول لك الدبلوم تاعي في الكوتشينغ اي تو كاين حاجه يقول لك كما يقول لك بروغرام بيرسوناليزي سافي دير برنامج شخصي اش معناها معناها البروغرام اللي جاي عليا انا ما يجيش على سامي والبروغرام اللي جاي على سامي ما يجيش عليك تاعك فاهمه تسمى كل واحد صديفير كما نقولوا من شخص لشخص باسكو كل واحد والجينات تاعه كل واحد بار اكزومبل الوقت اللي عنده كل واحد لو نيفو تاعه كل واحد بار اكزومبل واحد عنده سونسيبيليتي ماكله سما ما غاديش ناكلو كيف كيف بار اكزومبل
اكزومبل لو كا تاع انا ديابيتيك ما غاديش ناكل كيما واحد ماشي من ديابيتيك راك فاهمني exactly. ويتبدلوا المقادير والمعايير والماكله وكيف غادي تورغانيزي بروغرام على دي زيليمون كيما يقول لك اللي هما كيما نقولوا صح بار اكزومبل لاج بار اكزومبل واحد كبير واحد صغير ما عندهمش البروغرام كيما يقول لك لو ميم بروغرام فاهم خاش ميتابوليز تاعهم ما يكونش كيف كيف واحد كبير واحد صغير ماشي كيف كيف سما لاج عندك لاكتيفيتي فيزيك اللي قلت لك صافي دو انت اكتيف شغل تبوجي بزاف تخدم ولا ما تخدمش ولا فاهمني عندك لا طاي اللي هي صح الطول والبوا تاني باسكو هادو تاني يلعبوا دور يخلوا السعرات الحراريه تاع لو كور ولا لي بيزو انرجيتيك تاعنا يتبدلوا صح صافي دير واحد يوزن 80 باغي ينقص ما غاديش يكون عنده الميم بروغرام اللي واحد عنده 120 ولا بار اكزومبل ما غاديش يكون عندهم الميم بروغرام ماغري الزوج باغيين ينقصوا بصح ما يكونش عندهم الميم بروغرام وشغل اللي يفوت ويفوت واللي ديباسو ان سيرتان بوين اللي هضرنا عليها قبيل شغل اللي غادي بار اكزومبل صاي يستاغني ولا غادي يحبس هذيك اللي هضرنا عليها قبل شغل لو كور كيما قالت لي الاخت جيهان شغل فريمون سي تري انتيليجون فريمون تري انتيليجون لو كور يتادابتا مع اي سيتياسيون سي بور سا بالك نشوفوا هكا دي زيستوار كاين اللي واحد يحصل في البحر كاين اللي واحد يحصل في بلاصه فريمون ايزولي ما كان لا ماكله لا والو شغل ويسلك فهمني ما قري كان قاعد بيريودا طويله نتايا شغل اوتوماتيكمون ولا لوجيكمون تقول سي زعما يموت يدي باسي 7 جور بلا ماكله بلا ما غادي يموت مي تلقى كاين اللي يقعد شهر شهرين ويسلك على لو كور تاعك كيما نقولوا هو غادي يتوالف يتادابت مع لا سيتياسيون دروك كي نشوف لو كور تاع واحد يدير سبور ولا واحده دير سبور وكاع اي شغل بغات تنقص بار اكزومبل نقولوا احنا بغات تنقص ودي باسي 2 سيمان ولا نقولوا كاع 3 سيمان صاي وصلت ان سيرتان بوين اللي ما غاديش البو تاعها يزيد ينقص صاي خلينا نوصلوا في هذا لو هشام وما نعاودو ستاغنيت هنا صاي ستاغنيت صاي نروحو نستقبلو اتصال المستمع سيدي بالعباس الو مساء الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام حبيبتي مرحبا مرحبا بك كيراكم لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله كيراهم الضيوف اللي معاك الحمد لله كيراهمنا سيدي بالعباس الحمد لله يا ربي الحمد لله تولغي عليكم ربي يخليك حبيبتي مرحبا بك يسلمك انا بغيت نشارك الحصه الاولى بمناسبه المولد كل عام وانتم بخير ان شاء الله يخليك وانتم بالف خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وهذا الموضوع تاع السبور انا بغيت نشارك فيه دونك عندي ولدي عنده 16 وكان يعاني من هذا السمنه ودخلي يدير الرياضه الحمد لله لا بيريود الاولى قدام يبلعوا الكورونا هذاك الاخر كان ثم عاود كورونا شويه عاود زاد رفد شويه وعاود زاد في الميزان وعاود دروك راه عاود ولا قاعة الرياضه والحمد لله راهي مارس الرياضه الحمد لله وفيها نتيجه فيها نتيجه مليحه ان شاء الله ان شاء الله بغيت نقول غير على هذه القضيه تاع الاكل زعما مازال شويه باقي شويه باقي ماشي بزاف شويه مازال يتسهالي الماكله واو راني فاهمك سي نورمال واه تمام ما زعما دخلها كيما هاد المره دخل بالواحد الميزان تاع 120 وهذا الاسبوع راه 80 ديزناف الله يبارك الله يبارك ان غران شونجمون الله يبارك صافي ان غران بليزير يبارك فيك 99 صافي فريمون واه دروك هاد لو كا هادي تاع واحد كيما نقولوا حنايا اللي يكون شغل بار اكزومبل داير ريجيم ويكون في ريجيم ستريكت شغل ماشي غايه الانسان شغل يحرم روحه فاهمني سيرتو اذا هو ما راهش يلعب على لو نيفو بروفيسيونيل ولا انت ماكش غادي تلعب كون في كومبيتيسيون ولا مسابقه ولا باش كيما نقولوا تطلع كاع حد الصوالح لهاد الحسابات وكاع دروك حنايا كانسان الانسان الغالب تاع ما تكون دير سبور دير تتشاهد تتشاهد ديك بيريود غادي تقعد في خاطرك حاجه بو خالتي هي دروك هنايا كاين كيما يقول لك لي ريشيرش سيونتيفيك بروفاو كو الصح ماشي في كيما يقول لك شغاديتك باغ اكزومبل نقولوا حنا في خاطره كاطو ولا عفسه ماشي هذاك الكاطو اللي غادي يخليه يسمن هي التوتال تاع كاع الماكله خوفه من هاد المواضيع واو راني فاهمك دوك انا راني فاهمك حبه حبه شو غير كونسونطري معايا وصاي فوالا دونك بقاي في الاستماع ودوك يفهمك شكرا شكرا كل عام والامه الاسلاميه بخير ان شاء الله نشكر بزاف بالخصوص مستقبل المكالمه شكرا ليك حبيبتي تحياتنا لك سلمينا على كاع الناس شكرا على المواضيع شكرا حبيبتي شكرا يعطيك الصحه اذا فريمون سي سوجي تري امبورطون نرجعوا لستاغني ولا صح نروحوا لستاغني عاود نولوا السوجي تاع دروك احنا قلنا لو كور vraiment شغل كيما نقولوا يتادابتا مع اي سيتياسيون تعطيها له ميم لي بروغرام دونتريمون ما نهضروش غير على كوتي اليمونتير ميم لي بروغرام دونتريمون
لونترينامون ديفو انت تريني سيمانه الاولى ولا دو سيمان تلقى ريزيلتا فاهمني تحس روحك غايب موراها صايي تلقى روحك بلي ماكش افونسي ولا ماكش تتبدل صح. علاش غول بنادم يليق له يفاري يليق له توجور ينوع سوا كوتي دونترينامون ولا سوا كوتي تاع ماكله يليق لك توجور تبدل شغل الكور تاعك ما تخلي ما تعطيش غير حاجه واحده اللي غادي تادابت عليها صايي شغل تولي تجي حاجه عاديه في لاروتين تاعك سما الانسان هذه عاود غادي ندخلوا في السوجي تاعها الانسان ما يقلقش فريمون يحرم روحه باغ اكزومبل نقولوا انا راني باغي نقص بوا كيما قالت هي لو كار تاعها باغ اكزومبل نقولوا هذا الشغل الجون ولا راه في خاطره باغ اكزومبل ياكل غاطو ولا ساندويتش ولا مش عارف المهم راه المهم يتشها حاجه اللي حنايا عندنا عقليه كو هذه حاجه انتردي ولا غادي تسمنك دروك لي ريشيرش سيونتيفيك جدد قالوا باللي ما كانش حاجه سموها هذه انتردي ولا هذه كيما نقولوا غادي تسمنك ما كانش هذه الحاجه سي بور سا دي فوا يجوني دي كيسيون يقول لك باغي خصني ماكله تنقص ولا خصني ماكله تسمن هذه الحاجه في لو مو ولا في لو تيرم سيونتيفيك ما كايناش راك فاهمني شغل ما كانش ماكله تسمن ما كانش ماكله تسمن ما كانش ماكله تنقص سما دروك تقد تاكل اي حاجه تتشهاها ولا تبغيها مي شغل يليق لك تحسب لي بوزوا انرجيتيك تاعك اللي كنت نهضر لك قبيل لي بروغرام يتبدلوا على حساب لاج على حساب لاكتيفيتي على حساب بوا والطول سما على حساب ميم اومي فام دونك سي با لا ميم نيشا باسكو لي زورمون ماشي كيف كيف سما هذيك سرعه حرق الدهون ما تكونش كيف كيف سما دروك الانسان ما يحرمش نفسه او ميم طون ما يمشي لا ستومبي ثاني يطلقها كاع يرخفها كاع يقول لك كلش باعتدالك فاهم باغ اكزومبل انا في خاطري حاجه غادي ناكلها او ميم طون راني ندخل هذيك الحاجه غادي عندها كيما يقول لك النوبغ تاع لي كالوري ولا عدد معين من السعرات الحراريه ندخلها في الحساب تاع لي بوزوا انرجيتيك تاع لا جورني كومبلي اللي عندي راك فاهم اسكو زياده ولا هذه هي انت كي غادي تقعد في هذاك لو بوين باغ اكزومبل حنا نقولوا باغ اكزومبل غادي نعطي ليكزومبل تاعي نقول انا عندي 25 سنه 80 نوزن 80 كيلو طول باغ اكزومبل متر 78 الله يبارك لا انا تبان لي راني كسير زيد كيما قلت دروك دخل لاكتيفيتي فيزيك تاعك اسكو تبوجي ما تبوجيش نقولوا باغ اكزومبل كي غادي نحسب غادي نتلاقى باللي خاصني 2700 سعره حراريه هكا باغ اكزومبل بالتقريب 2700 سعره حراريه باش البو تاعي يكون 80 باش ما ننقص ما نزيد على حسب الصوالح اللي راني نديرهم على حسب النيفو اللي راني فيه دروك نقولوا انا راني باغي ننقص باغي نهودها 75 ولا 70 ولا غادي تنقص واحد 500 كالوري حتى 600 كالوري فهمتني باسكو هي فيها سيستم تاع حساب لو فات كو غادي تنقص 500 كالوري قلنا 2500 تولي تاكل 2200 ولا 2000 كالوري بار جور غادي لو كور تاعك يبقى ينقص 2000 هو ما غاديش اورغانيزي ولا غادي يعرف باللي راك كليت غاطو لا ما يليق لك تاكل روز ولا يليق لك دير هادي ولا يليق لك تاكل باغ اكزومبل لحم ولا لا هو غادي اورغانيزي هاد الماكله كوم انرجي صاي غادي هو يحللها يردها طاقه هذاك ما كان تما غادي يخدم غير بلي كالوري انت لو فات كو كليت حاجه باغ اكزومبل فيها 500 كالوري باغ اكزومبل غاطو نقولوا غاطو فيه السكر وكاع حنا نقولوا طمينا اليوم طمينا هي اون جينيرال سواء اللي فيهم السكر وكاع تلقاهم شغل لي كالوري تاعهم طالعين هذه شغل اون جينيرال توجد تلقاهم طالعين ولا حاجه تاع لي بات ولا هذو تلقاهم طالعين لانديس غليسيمي تاع حاجه كي يكون طالع او مام طون لي كالوري تاعها يطلعوا ثاني اي نقولوا انت كليت هذيك حاجه اللي غادي تجيك 500 كالوري شحال توقع لك 1500 500 تاع اورغانيزيها في لا جورني تاعك سي فري راك لي طمينه بصح دير حسابك بلي من بعد غادي تنقص صوالح ولا غادي تقلع صوالح باش تقعد في 1500 فهمني خاش لو كان ديباسيها صاي هشام اسمح لي نقاطعك كاين ميم دي زابليكاسيون لي رام سبيسيال سور اندرويد سبيسيال يعني نحسبوا بهم لي كالوري تحسب لك كلش سواء هوم سواء فام تعرف روحها في لا جورني شحال وصلوا شحال كلاو شحال ما كلاوش ميم يعطيك دي زانديس بلي فريمون راك تو ا ديباسيت ولا نيشان سي بور سيت اني نيشان كاين دي زابليكاسيون اللي غادي يسهل عليك باغ اكزومبل انت وحدك بلا ما غادي ترفد ورقه وستيلو وتقعد تحسب ولا تصعبها غادي ترفد ابليكاسيون تانستاليها باغ اكزومبل كيما ماي فيتنس بال هذه لا ميغ ابليكاسيون اللي يحسبوا بها شغل دي بوا تاني واه كاين تاني كاين ماي شوغر تاني كاين كاين بزاف لي زابليكاسيون ما يكملوش كاين دي سيت راه كاين بزاف سما غير فات دير كالوريز كالكوليتر ولا شغل حاجه كيما هاك غادي يطلعوا لك غادي انت تعمر فيها لي زانفورماسيون تاعك تعمر فيها لو بي تاعك غادي تحسب لك هي لي كالوري وانت هي الماكله راك كيما نقول غير مازال ما راك تدخلها تبقى توزنها شحال راني ناكل شحال راني ندير باش ترفد كيما يقول لك ايدي ولا تعرف شنو صح دونك هنا غادي هاد المعلومات كاع رانا جاوبنا فيهم السيده اللي
تواصلت بينا من سيدي بالعباس ولدها اللي راه متشهي حاجه نقولها عطيه شغل ما تخافش تعطيه مي او ميم طون بالحساب وشغل مدى بها شغل ولدها اللي كيتعلم كيف يحسب لي كالوري انا راني ديجا داير بزاف دي فيديو على هذا السوجي تاع الكالوري هضرنا على لاشين هشام باسكو الوقت ما بقالناش بزاف نهضروا على لاشين نعطينا لاشين هشام فيتنس كوم توجور وشغل سوا يوتيوب سوا انستغرام سوا فيسبوك نحط فيها دي فيديو كيما يقول لك ايديكاتيف اللي شغل باش نوعوا الشعب ولا نقلعوا دي زيدي فو ولا دي بروغرام دونترينمون ولا دي بروغرام اليمونتير باش هكا الناس تدي ايدي وتعرف شي اللي قالها دير شي اللي قالها تاكل كيفاه تتريني هذه سما جيست شوفوا لاشين يوتيوب هشام فيتنس غادي تلقوا فيها كلشي لا وبالنسبه للناس اللي يبغوا يتواصلوا معك ولا يسقسوك ولا كونتاكتوني في الانستغرام الانستغرام هو اللي نكون فيه بلي اكتيف سينو فيسبوك ولا ثاني توجوري لو ميم نو هشام فيتنس يعطوني تما نكون تما اكتيف وهذه فوالا دونك والمولد النبوي هشام المولد النبوي بون نقول لكم هي كولو شاوا مدامكم كولو كولو انا نقول لكم كولو شاوا كولو باعتدال شغل الانسان كيما قلت لكم اذا زاد شيئا حدين قال بلا مدى بكم شغل الانسان توجور يقعد في لينورم ولا يقعد في الوسط ما ياكل بزاف ما شغل ما يحرم روحه باسكو الانسان ثاني كيحرم روحه كاين واحد اللي زي فيه يقول له اي في يو يو كا شغل غادي يعاود يولي ويولي بير على اللي كان فهمت الانسان مدى به شغل اورغانيزي روحه هذاك مكان ومولد نبوي شريف وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله ان شاء الله قبل ما نختموا هشام مازال باقي معنا خمس دقائق دونك كاين هذا بو جناح محمد يقول لك سلام انا عندي مشكل مع الحلويات ما الغذاء الذي تقترحونه خاصه واني مدخن شكرا جزيلا للجميع عندي مشكل مع الحلويات جو با كومبري ما الغذاء الذي تقترحونه مع هو فيمور لي سكرورين هذا ثاني بروبليم ثاني شويه عرفت على الناس اللي باريكزوم كاين كوتشيتهم ولا شغل تلقى اديكت للسكر صافا دير ما يقدش يتبع هكا الريجيم اليمونتير ولا دروك لو فات نتاك لو كان تزير روحك غير شويه خاش الانسان في اي حاجه يليق له يساكريفي شويه باريكزوم باش توصل خدمه ولا حاجه ولا يليق لك تساكريفي شويه تسمى ما كاينش اللي يلقاها واجده 100% فاهم تسمى انت لا كونتيتي اللي تاكلها دروك ديمينيها ولا نقصها ولا او ميم طون ايسي تاكل كيما نقولوا حنا بليس كيما يقول لك حنا هيلثي فود ولا صافي دير الصوالح اللي يشبعوا باغ اكزومبل الصوالح اللي فيهم بروتين كيما اللحوم البيضاء ولا الحمراء البيض اللحم الحوت كاع هاد الصوالح شغل اللي فيها بروتين تعاون الانسان باش يشبع هي يشبع اوتوماتيكمون صافي غادي ينسى غادي ينسى هاد الصوالح صافي دونك ان شاء الله نكونوا جاوبنا الناس اللي سقسات علاش دوماج فريمون دوماج الوقت قصير الوقت ضيق جدا نعاود تعاود ترجع معنا ان شاء الله ان شاء الله يا لي زانفيتي لي جو نقولهم تعاودوا تعاودوا الله غالب تعاودوا ترجع معنا هشام ان شاء الله باذن الله ونعاودوا ونكملوا لو سوجي تاعنا باسكو كاين بزاف لي كيسيون و سي تري انتريسون انا نسمعوا ان كوتش سبورتيف فريمون حاجه مليحه نتمنى لك التوفيق والنجاح هشام وربي يحفظك ويعطيك صحتك ان شاء الله نقول لك تحيات كامل للناس اللي راه معنا سور لا باج فيسبوك صاحبه اخي مره تقول جيهان اختي غادي ناكل تخمه من بعد ندخل عليها الصيام دونك الصيام ثاني عندها عاود استوار واحده اخرى عندها غيتم سيد الهاشمي صبري يقول شاب لباس به ما شاء الله صاحب معرفه وطريقه بيداغوجيه جميله لبساطتها في ايصال المعلومه فوالا كذلك فاطمه فاتي تحياتي لك حبيبتي اسلام شرف الدين ايضا تحياتنا لكم جميعا اللي تواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك تحياتي لك خضرة شكرا لك سمير اليوم ما قلت والو ما اه باسكو لي كيقول لك لا باسكو سوجي تاعنا كان في الفايده وما غنيت ما نطيقكش غادي نختمها معاك اليوم تغني لنا زاد النبي تحياتنا لكم جميعا احبابنا وين ما كنتوا نلتقوا ان شاء الله نلتقي خليتينا نقولوا له ميرسي نلتقي ان شاء الله الاربعاء المقبل ميرسي بوكو هشام والله يحفظك كان كرون بليزير والله ميرسي انتم ثاني اللي عرضتونا وهاد الدعوه ستار بليزير دارك هشام الله يحفظك الله يحفظك يلا اتوا سامي ما طلقتنيش ان زيرو فوالا زاد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه
عليه أفضل الصلاة والسلام. نقولكم مولد نبوي شريف مبارك عليكم إن شاء الله مستمعينا في كل مكان، كل عام وانتم بألف خير. شكرا لك سمير. شكرا جيهان، وبدوري نقول للجميع اللي تابعونا والأوفياء وأنا شكرا لكم. ضربوكم موعد إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد اللي تعرفوا عليه ويكون عنده فائدة أيضا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. ما تكترش تقدرتها. ما تكترش نعيط لهشام. ما تكترش ديناميت. تحياتنا لكم جميعا. بعد لحظات نربطوا اسماعكم بالقناة الأولى باش نتابعوا مع بعض الأخبار الجهوية وجديد الولايات مباشرة من هناك. سلامي للجميع، إلى اللقاء. القناة الأولى.